نذكر فقط بالخبر الوارد أسفل الشاشة، إذن وفاة 12 شخصا في حصيلة أولية لحادث مرور إثر اصطدام سيارة أجرة بحافلة لنقل المسافرين بولاية صعيدة. معي عبر الهاتف مراسل تلفزيون النهار من هناك محمد عمراني، مرحبا بك. مرحبا زميلي، هناك وقع حادث الآن في طريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولاية صعيدة وولاية النعامة. الحادث كان مميت وخلف أكثر من 12 وفيات و20 جريح، نقلوا إلى مستشفى أحمد الدغري بصعيدة. طيب أنت ربما يعني قريب من مكان الحادث، الإصابات قلت لي 20، هل فيه إصابات خطيرة؟ في طريق الى الحادث، هذه المعلومات اخذتها من مصلحه الحمايه المدنيه. شكرا جزيلا لك، ننتظر منك المزيد. شكرا جزيلا، ننتظر منك المزيد في هذا الموعد الاخباري وفي قادم مواعيدنا الاخباريه. بالعوده الى